السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي على مدرب الكف، وهو إطار جزائري، يعني مدرب في تنزانيا، وين معاقبته وإقالة المدرب تنزانيا عادل عمروش بعد التصريحات من تدريب المنتخب تنزانيا. يعني إقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب تنزانيا، هاو ضربوه بثمانية تاع ليمات، ثمان مباريات. والله ما بغيت نشوف، خلينا التصريح، كان لي يدخل يهدر معايا، يعني كان لي يدخل في الكومنتير، انا نعرف الصوالح. حنا قبل ان نبداو ماذا بكم عطونا لي جيم كومونتير، بارطاجيو لنا لي فيديو، ماذا بكم يعني باش نقلعوا هاد التبليغات، طلعوا لنا لي لايك فوق 5000، هذه هي فوق 5000، في طونك نطيحوا واحد التبليغات لي سينيال نقلعوه. انا كاين بزاف ناس لي يدخلوها لي بغوا يدخلونا في السياسه، هاو الاخرى دارت له هاو، يا ودي واش تهضر؟ واحد يهضر صح، اشتهر على هدر كوما داز لك تصريح، كوما داز تصريح، جابوها على راسها، جابوها على راسكم. شكون؟ راكم عارفين قنوات، راكم عارفين. انا ما بغيتوش كاع، والله ما بغيته، ونحترمه بزاف. هذا عادل عمروش انسان خدام، انسان خدام يعني، وما ومشي خوافه، مشي خواف، وما يروح يخدم. بصح شتايلا العقوبه هذه 8 تاع لي ماتش، يعني هاك تشوف الحرق والتصريحات بزاف. خلينا كان لي يروح يقول لك ها راحوا نلعب هالو، فلان نلعب هالو، لقجع نزغطو، لا التصريحات تاع مين تبدل الاتحاد الافريقي، كيفاش يعني يتحكموا فيه. وحنايا يعني كنا ديفون نهضروا نوصوا في هذا الاعلام تاعنا، يا ودي راكم تعايروا في ليز افريكا، وراكم تقولوا باللي راهم يدوا كيما الضربه تاع كيسموه زبزاب نهار اللي خسر، قالوا كنت راهم ورشا وداروا رشوه وداروا. شكون هما الاعضاء الافارقه؟ شكون هما؟ يعني دروك انت كي تروح تتهموا بالرشوه وكلش، خاطر ما شاء الله راك تخسر، راك تخسر، ما تسكت. ولا نو تسكت، كاش الهضره، وخدم شوف كيفاش دير. حنا عادل عمروش وين زلة لسان، يمكن تكون زلة لسان اللي يتكلم بغاية ما بغيتكش قاعد تصرح. انا والله ما بغيتك قاعد، خاطر الاعلام تاعنا هما هذا الاعلام هو اللي كان ضدك. شو القناة اللي درت معاها انت لو نهار اللي كنت في لامسية كانوا ضدك، وزيد شفت قناة تاع الليل، قناة الليل هذوك زوج وين لعبوا يهضروا باسمك، اوه راه عادل عمروش ودار وفضح، عادل عمروش يفضح. حتى واحد الداد هذاك وسيله مال كذاب، واحد الناس كذابين، عادل عمروش يقصف، عادل عمروش يكشف مؤامره. هما شتايالا هذيك الهضره تاعك داوها، داتها قناه النهار وداو هذاك الداد هذاك اللي ولاو يهضروا بها. شتايالا اش كاش فوبا المنتخب الوطني باش يدافعوا على المدرب، يقول لك اودي رانا قلنا لكم بلي مؤامره. هذا انت هدرتها، ربما هدرتها يعني بالك هدرتها، بغيت تلعب على المورال، على المورال وما استغلوها. هذه هي اخويا، وقررت اللجنه التاديبيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم ايقاف الجزائري عادل عمروش مدير الفني للمنتخب تنزانيا، ما دفع بالاتحاد التنزاني الى اقالته. وانا نقولها لكم، نعاود انا كي شفت رئيس الاتحاد تاع تنزانيا وقلت له يا سي عادل عمروش راك سخرت، دروك حنا نعرف بلي الفريق لادفيرسير منتخب يعني اللي يستقبل لوكو هو اللي يدير على الزوج ولا يدير على الخمسه ولا يدير على سميه تاع الليل. دروك هو كيهضر كيما عادل عمروش بطريقه يعني متعمده او غير متعمده كيهضر، قلت له راك قزمت من رئيس الاتحاد الافريقي تاع تنزانيا، غادي ما يجيش معاك. وعرفتها بلي غادي ما يجيش معاه، من بعد رئيس تاع الاتحاد تاع تنزانيا دار بيان
قال لهم انا قال لهم يتحمل المسؤوليه تاعو انا ما شكون اللي قال له هدر انا ما قلتلوش هدر والقناه اللي هدر فيها وين غبنه وين قال له خاصه القناه اللي هدر فيها ماهيش تنزانيه ماهيش تنزانيه قال لهم قناه يعني قال لهم ما نعرفهاش اللي هدر فيها عرفتوا كيفاش واعلن الاتحاد التنزاني تلقيه خطاب من الكاف يفيد بايقاف عمروش 8 مباريات بجانب تغريبه 10,000 دولار وقرر الاتحاد التنزاني إقالة عمروش من التدريب المنتخب المشارك حاليا في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكوت ديفوار وذكر البيان أن الاتحاد يعني المغربي تقدم بشكوى ضد عمروش لأسباب بسبب تصريحات أن المغرب تؤثر على الكاف في ترتيب المواعيد المباريات وأوضح الاتحاد التنزاني أن حمد يعني سيقود المنتخب يعني من أن المدرب حمد يعني سيقود المنتخب فيما تبقى من البطولة كأس أمم إفريقيا ويعينه يعني جمعة مجند يعني ويعاونه جمعة مجند وقال عمروش في تصريحات للتلفزيونية في وقت سابق أن الاتحاد المغربي يدير ويقرر كل شيء في كرة القدم الإفريقية بما في ذلك الحكم الحكام وأضاف في مباراة أخيرة بين تنزانيا والمغرب وإن أجبرونا على اللعب في المساء وكنا نريد اللعب في وقت مبكر ولكن تم رفضه رفض طلبنا مش غادي نقول لخويا أنا الموسيقى حاجة استعادة العمروش حرز روحك كي تجي لهنا الجزائر يخدموا بك لهنا في القنوات يزيدوا تزيد تصعب على روحك أنا نقول لك والله العظيم أنا لا عليك حافظ السمعة تاعك يعني أنا الموسيقى حذاري من القنوات هذو هنا يخدموا بيك والله العظيم حرز روحك غادي يخدموا بيك هذو غادي يخدموا بيك هونكا المنتخب الوطني تاعنا يعني ما يديش نتيجة ولا غادي يخدموا بيك يعني يجيبوك باش يأكدوا بلي كاين مؤامرة أنت تكلمت على مباراة تلعبت في نوفو وما غادي يجيبوك بلي مباراة تاع ياه غادي نقولها لك غادي باش يكون على بالك بابا المهم هذه راهي عرفتو كيفاش على بزاف ما تمنيتها لكش صورتو نتايا والله ما تمنيتها لك كاع والله ما تمنيتها لك اخوتي والله ما تمنيتها لك اخوتي ما كنت نقرا بلي غادي ما نورمالمون كوما دبلوكش على راسك هادو هنا ما كنت نقرا عليك والله ما كنت نقرا بلي غادي والله ما تمنيتها لك اخوتي ما تستاهلهاش خاطر انت انسان خدام وجريء يعني تروح بوركينا فاسو تروح منا تروح تخدم ما على بالك كاع والله ما على بالك وتاكل على روحك تاكل على روحك وكيما يقول لك وين نشهد لك وين ما تروح يعني تدي معاك يعني تريو جزائري تدي معاك ستاف جزائري تدي معاك يعني وين كبرت انا واحد من الناس كبرت في عيني نهار اللي شتك سنيت عندك باسبور تاع لابلزيك وعندك باسبور تاع الجزائر سنيت بالباسبور تاع الجزائر والله للناس ولاو يعايروا فيك نهار اللي درت ماتشني لهنا نشهدوا لك انا واحد من الناس نشهد لك باللي نتايا اللي اهلت انت اللي اهلت تنزانيا لكاس افريقيا انت اللي اهلتهم كانوا خارج الاطار جيت انت ربحت في اوغندا ودرت ماتشني في النيجر وربحت النيجر وجيت هنايا درت ماتشني وقلعت نشهد لك هذه والله نشهد لك عليها هذه من التالي كاع ما تستاهلهاش ما كناش نقارعوك بلي غادي تصالح كيما هكا والله ما كنا نقارعو لك والله معليش المهم تعيا وتعاود كيما يقول لك تعاود تولي ان شاء الله بربي نعرفو بلي انت مدرب كبير العقوبه ما تستاهلهاش ان شاء الله بربي هذه العقوبه ما تجيش تعاود لك وصحيح هذه اللي نقولها لك والتصريحات هذو نبعدوا عليهم خير نبعدوا التصريحات خاطر ما يخدموناش ما يخدموا حتى واحد
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.